بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتكم الليلة أقلام عالمية نبدأ بمقال كان من المفترض أن أشارك به الأسبوع الماضي، نشرته البي بي سي. يقول ليبيا wins 83,000 pound damages over مانشستر أرينا بومبينج ستوري. ليبي يفوز بتعويض قدره 83,000 جنيه استرليني بسبب قضية تفجير ساحة مانشستر الشهيرة. يقول هذا المقال اعتقل وعوض أحد الليبيين ب 83,000 باوند إنجليزي على الدين سكري. سكري هذا نطقي أنا، هو S-I-C-R-I سكري، لكن قد يكون اسمه غير ذلك، انما الاسم الاول على الدين شاب ليبي اعتقل واطلق سراحه بدون تهم، برئ. الهجوم حدث كما يعرف المشاهد الكريم في 2017، قتل فيه 22 ضحيه. The main online published his name، يعني نشرت اسم على الدين الميل اونلاين الموقع، وورد صور من صور هو اسمه وتفاصيل اخرى حوله، سبب ذلك في اعتقاله. موقع الميل أونلاين نشر اسم علاء الدين ونشر صورته في الموقع أونلاين في وقت ما حدث في ذلك الوقت بصورة، أصبح من المتهمين وتم اعتقاله. قاضي في محكمة عليا في بريطانيا قرر أن حقوق هذا الليبي انتهكت. سبحان الله يا أخي، أخذوا قيمنا وأخذوا عاداتنا وأخذوا قيم ديننا واحترامهم للإنسان. برأ القاضي علاء الدين، فعلاء الدين قدم محكمة في شنو؟ The Mail Online اللي نشرت صورته ونشرت هذا الأخبار عنه. الميل أونلاين المسؤولة عنها حاجة اسمها Associated Newspaper Limited اللي هي ANL، هي التي تنشر أو مسؤولة عن الميل أونلاين، والتهمة كانت إساءة استخدام معلومات شخصية. علاء الدين تقريبا طالب يتدرب حول عن الطيران، مرة أخرى استخدم الصورتين من الفيسبوك من صفحته في الفيس، خذوها وبرئ وعوض ب 83,000 تقريبا، جزء من المبلغ بسبب كذا وجزء الآخر الدمج. طبعا تأثر على دي لما تنشر معلومات حول شخص بهذه الصورة مرتبط بهذه الجريمة، تأثر في عمله، تأثر في المحيط الاجتماعي والنفسي وكل شيء يتأثر. أريد أن أتحدث عن العدل، العدل العدل عند الناس اللي مش مسلمين. لو أن نحن حتى يغلطوا فيه يضربوه مش عارف انظر شو نهاره أحرف ويعذبوه عام وعامين وبعدين يلزوه يقول أحمد ربك اللي طلعناك حي، مش يعتذروا له ويعوضوه وكذا. هذا قيم نحن وليست قيمه. مليون مثل في هذا العالم حول تجريد مجتمعاتنا ودولنا من العدل. المقال الآخر أحب أن أعرج عليه بسرعة اللي هو نشرات Arab Weekly. The Arab Weekly نشرت مقال يقول ميلاندوف هذا اللي يفترض أنه رشح لأن يكون ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أو ممثل الأمم المتحدة في ليبيا اعتذر. الأسباب اللي يقولها عائلية وشخصية هذا غير صحيح طبعا، هو اللي يعتزل والله يستقيل والله يرفض يقول شخصية وما إليه. ميلادينوف سينهي عمله في نهاية السنة وسيحل محله واحد نرويجي، هو مبعوث للشرق الأوسط، مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط. مرة أخرى اعتذر عن قبوله لهذه المهمة، وأعتقد أن هناك أمور وراء هذا الأمر. كما نعرف أن أفريقيا تريد أفريقي، وحصل جدال كثير جدا حول هذه الشخصية وما إليه، وما زال الصراع قائم. أريد أن أذكر نفسي والمشاهد الكريم بأهمية هذا الوضع، الأمر مش طبيعي. تتصارع الدول اللي حط فلان ودولة تبي فلان تاني وأفريقيا تبي فلان آخر، كل واحد يبحث عن شخص معين. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الشخص اللي يوصل لهذا المنصب شخصيته تركيبته انتماعه مش للأمم المتحدة، مش لمجلس الأمن، بل تأثير شخصي له فيما يقدمه من تقارير صادقة وغير صادقة وما إليه. أنا أقول له يا فلادينوف حرمتنا من خبرتك في العراق لأنه كان ممثل للأمم المتحدة في العراق. الأخرى
بعثة المتحدة صحيفة ليبيا أوبزيرفر، ذا ليبيا أوبزيرفر، موقع ليبيا أوبزيرفر نشر مقال يقول بعثة المتحدة للدعم في ليبيا أو UNSMIL urges Libyans to forget the past. To forget the past, seek and seek unity. يعني بعثة المتحدة للدعم في ليبيا تحث الليبيين على نسيان الماضي والسعي إلى الوحدة. نعم لنسيان الماضي، نعم للسلام، نعم للوحدة، نعم لكل شيء. هذا ما أصلا يبحث عنه الشعب الليبي. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مس ويليامز، شنو إحنا نبو؟ ولكن نسيان الماضي، ماذا عن جرائم الحرب؟ ماذا عن مقابر ترهونة، عن الجثث في بيروت، عن الجرائم التي انتهكت؟ لا أتحدث عن الحروب بين الفصائل المسلحة في صراع شريف بين قوات مسلحة كل منه يدعم طرف. أتحدث عن الجرائم، عن الجثث، عن نبش القبور، عن مذبحة الأبيار، عن شارع الزيت، عن قتل السيدات حنان وبقعيس وسرقيه وما إليه، عن مقابر جماعية في ترهونة. نتحدث عن الألغام، عن الكورية العسكرية. كيف ننسى هذا؟ النسيان يتم وبصورة سريعة جدا إذا تحقق العدل، إذا تحقق العدل، إذا تحقق العدل وحسب المجرمون. مرة أخرى نتكلم عن الصراع الشريف بين قوات مسلحة. هل أستطيع أنت يا مسؤولي من قولك أنسى الماضي بالنسبة للكربي؟ مستحيل. يستطيع الآن أهالي الضحايا برغم التعويض وبرغم كل شيء وبرغم ما تمت من هذه القضية ما زال في نفوسهم شيء لأبنائهم. وفتحت القضية أخرى بعد 32 سنة ما زالت القضية مستمرة. نعم لنسيان الماضي ونعم لوحدة الوطن، لكن بعد محاسبة المجرمين الدمويين الساديين بما فعلوه، وأيضا محاسبة الدول المتدخلة، محاسبة الفاغنر، محاسبة الجنجويد، محاسبة السودان. لابد أن قضية ليبيا يكملها تستمر إلى أن يتم تحقيق العدل، ترسيخ العدل. ثم بعد ذلك نعم قد ننسى، والبعض منا حتى بعد تحقيق العدل تظل في النفوس. يعني هل نستطيع أن نطلب من ضحايا العالم نسيان أبنائهم؟ مستحيل. مرة أخرى كما أطلب منك نسيان ضحايا الأكربي على سبيل المثال وغيرهم، اليوتر الفرنسية والطائرات والضحايا اللي النظام السابق قتلهم. لا أحد ينسى هذا. نعم لنسيان الماضي، ولكن مع العدل، وبعد العدل تأتي المصالحة التي تستمر. هناك مقال، المقال في ديلي ميل، ديلي ميل نشرت مقال يقول UN Libya's rival swab prisoners part of ceasefire deal. الأمم المتحدة تقول الخصوم الليبيون يتبادلون الأسرى في إطار اتفاق وقف النار. هناك نساء وأطفال مسجونين في غرناطة وفي برشوش وفي درنة. هذوم هم أنت لما تقدم أسير، لما تأتي بالأسرى اللي عندك تطلب نوعية معينة من الأسرة. نعم لأبنائنا مهما كانوا، سواء نساء سواء في درنة في بنغازي في طرابلس في كذا، لكن البحث عن من؟ البحث عن الضعفاء الأكثر ضعفا تتبادل بهم الأسير. أتمنى أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار. وفد من الأمم المتحدة نشرت مجلة وكالة الأنباء الليبية لانا LANA نشرت خبر يقول وفد الأمم المتحدة يزور مدينة تورغا. تورغا 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 أبنائنا ومن مضطهد من ظلم منهم سواء من على أي يد. نحن مع هؤلاء الليبيين، لكن لماذا التركيز على هذه القضية بعد المصالحة الحمد لله وبعد كل ما تم بين أخوتنا في مصراتة وأخوتنا في تورغا وتمت القضية وقفلت القضية؟ يعني شنو نبش الماضي نزوروا تورغا؟ تورغا بزور المهجرين الآخرين من جميع أنحاء ليبيا، في مهجرين من فزال، من سبها، من تورغا، من غات، من درنا، من بنغازي، من طرابلس، من المنطقة الغربية، نازحين، كلنا نازحين. استعمال معاناة المواطن وفتح هذه القضايا لاستخدامها سياسيا هي ما عمق الأزمة واستمر في الأزمة. كنا ليبيين، كلنا ليبيين، لكن التركيز على تورغا بالذات 24 ساعة ودائما دائما 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 لها ما لها من خبث في تلك النفوس، خاصة مرة أخرى بعد المصالحة الحمد لله التي جمعت شمل الليبيين معا. هناك تقرير مهم جدا 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 وحساس، وقد أخذ باقي الحلقة فيه، وهو حقيقة يهتم بقضايا لها علاقة بروسيا. ماذا تريد روسيا في ليبيا؟ مقال يقول What is Russia؟ هذا نشرت الديفنس، الكلية الملكية في لندن، قسم الدراسات الدفاعية Defense in Depth، الدفاع بدراسة بعمق. What is، هذا أول مقال في المجموعة الأخرى
اي باذن الله نتحدث عنه الليله بالشيء من التفصيل. ها هو المقال امام المشاهد الكريم في الشاشه مره ثانيه، ديفنس اند ديبث، هذه الكليه الملكيه في لندن، بحث رائع جدا جدا. اغلب الاشياء هذه يدركها المشاهد الكريم، لكن هذا التقرير جمعها واعطى لها نوع من الواقعيه. مره ثانيه المقال عنوانه What is Russia's interest in Libya؟ ما هي مصلحه روسيا في ليبيا؟ تقول ثم بعد ذلك يقول From regional interest to hunting NATO's submarines. ما هي مصلحة روسيا في ليبيا؟ من النفوذ الإقليمي، مصلحتها تمتد من النفوذ الإقليمي إلى مطاردة غواصات الناتو. صدر حديثا تقرير من البنتاغون، يقول التقرير يتهم الإمارات بتزويد أو بتقديم دعم مالي للفاغنر. أوكي. هذا الاتهام العلني المباشر، اتهام علني مباشر لحليف من أمريكا لحليفها، يدل على شدة القلق التي تعاني منها واشنطن من تدخل الروس في ليبيا. ويؤكد التقرير، يؤكد هذا التقرير أيضا أن الفاغنر ذراع للحكومة الروسية، برغم الكم الهائل يقول التقرير من الإنكار الذي تقبله أو تعلنه موسكو. القوات الجوية الروسية أيضا لديها حضور كبير جدا في ليبيا. لماذا لدى موسكو هذا الإصرار على التدخل أو التواجد في ليبيا؟ ربما يكون تدخلها مفهوم من الناحية السياسية والاقتصادية والنفوذ، كل الدول تبي تأثير أو موطئ قدم سياسي اقتصادي، تأثير في المنطقة وما إليه الجميع. لكن بالنسبة للناتو لا تنظر إلى التأثير الاقتصادي والسياسي، أهم جانب بالنسبة للناتو هو الجانب العسكري وليس الاقتصادي أو السياسي. ومن ذلك إصرار موسكو، إصرار موسكو الحصول على قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا. السؤال الآخر، ليش روسيا تبي قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا؟ مواقف أغلب الدول، قبل أن نترك روسيا ثواني ونقول ما هي مواقف الدول الأخرى التي تتدخل في ليبيا، يقول أن تركيا لا تريد ليبيا أن تقع بين يدي منافسيها اللي هما مصر والسعودية والإمارات، وأنا أضيف من عندي وفرنسا. تركيا تعارضها من جانب آخر، مصر والسعودية والإمارات، على اعتبار أن حكومة الوفاق يسيطر على الإخوان المسلمين. هكذا دائما تروج مصر ومش عارف تركيا شنو، والله أنتم حكومة الوفاق تسيطر عليه الإخوان، وبالتالي لما تسيطر حكومة الوفاق وهكذا تتحول ليبيا إلى حكومة إخوان وما إليه. إذن موقف تركيا معروف، موقف مصر والسعودية والإمارات معروفات، فرنسا وإيطاليا ما هي موقفها؟ يقول التقرير اللي دراته الكلية الملكية، أكثر دولتين أوروبيتين متدخلة في قضية ليبيا ولكن بنطاق محدود. طبعا أنا أخالف هذا الرأي، والمواطن الليبي يخالف هذا الرأي، ليست بنطاق محدود، لكن التقرير يقول هكذا. وإن رهانهم على حفتر، رهان إيطاليا ورهان فرنسا على حفتر كالآتي، له علاقة بقضايا أمنية security. إذا كانت ليبيا آمنة حسب ما تفكر إيطاليا وفرنسا، فذلك سيمنع تدفق الإرهابيين والهجرة غير الشرعية، مع أن للمرة 60,000,000,000 مرة الإرهابيون يخرجون من رحم الاستبداد والديكتاتورية. لا أدري لماذا أوروبا ما تتعلم. لما ترسخي نظام ديكتاتوري، نظام طغاة، هذا سينتج لك الجماعات الإرهابية. وشوفوا ادرسوا العالم كله وين الجماعات الإرهابية تأتي. تأتي وين ما فيه ظلم، تأتي وين ما فيه قمع، تأتي وين ما فيه ديكتاتورية، تنبت، تأتي من رحم المعاناة ورحم الظلم، هذه الجماعات في أغلبها. كما أن حفتر يفترض، كما أن حفتر يفترض أنه سيحمي المنشآت النفطية والشركات المملوكة لإيطاليا، ويمنع تدفق الهجرة الشرعية، ويمنع تدفق مشارف الإرهابيين. هذا ما نلخص، ملخص ما تديره، ما تريده الدول التي ذكرناها اللي هي إيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات وتركيا وما إليه. وإذا كان من السهل تحديد ما تريده تلك الدول، إلا إنه يصعب يقول التقرير تحديد ماذا تريد موسكو. وبالرغم من أن دعم موسكو لحفتر لا يقارن بدعمها لبشار، دعم موسكو لبشار أكثر بقليل. وهذه الدوافع، الدوافع التي سنذكرها وذكرها التقرير، دوافع روسيا في بقائها في ليبيا، في محاولة وجودها في ليبيا، دوافعها بحسب التقرير الكلية الملكية من مصادر روسية. التقرير هذا يأتي بدوافع روسيا في تواجدها في ليبيا من مصادر روسية. الروس يقولون أول سبب أن ليبيا شريك تقليدي لبلدنا، وأنها تريد أن يكون لها رأي في قضية ليبيا، وموسكو تريد أن تصنع توازن
مع التواجد التركي السبب الآخر، وهذا غير صحيح لسبب بسيط جدا يدرك المشاهد الليبي الكريم، أن التواجد الروسي قبل التواجد التركي بسنوات. القلق موسكو يكمن في أن تركيا ربما تسيطر على البحر الأبيض المتوسط وربما ستبدأ باستخراج النفط. قلق روسيا يقول التقرير ليس اللي هو من مصادر روسية، ليس لأن تركيا لا يهم روسيا أن تركيا تستخرج النفط، لكن يهمها أن تمنحها من استخراج هذا النفط. روسيا أيضا لا تريد الصراع حول ليبيا مع تركيا، لكنها تريد أن تضع على تركيا لتقدم تركيا تنازلات لروسيا وين؟ في سوريا. سوريا التي تعتبر مصدر قلق أكبر بالنسبة لروسيا. سبب آخر، هناك سبب آخر لتدخل الروس في ليبيا، استمالة بعض العواصم العربية. تدخل روسيا ودعمها لحليف مصر والإمارات والسعودية اللي هو خليفة يظهر موسكو كشريك يمكن الاعتماد عليه مستقبلا في ليبيا، ما يمهد الطريق لموسكو حسب التقرير في ترسيخ تأثير أو زرع نفوذ في الشرق الأوسط بأكمله مستقبلا. أن سيكون لروسيا تأثير مستقبلا في الشرق الأوسط بأكمله، وبهذا التعاون أو التقارب الظاهري تحاول موسكو شنو؟ أن تظهر توازن بين دعمها لبشار الشيعي العلوي ودعمها لحلفاء يفترض أنهم سنيين، مصر والإمارات، وأن هم بعيد عن السنة حسب تصرفاتهم مع مواطنيهم. سبب آخر، وضع روسيا الدولي وكونها لاعب رئيسي في العالم، وبالتالي على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتفاوضوا معها ويحسب لها كل حساب في كل شأن من شؤون العالم. سبب آخر لكنه غريب حقيقة بالنسبة لي، يعني سبب آخر، أن شركات النفط الإيطالية والفرنسية اللي هن أوروبيتين ولا لا تعتمد على الفاغنر في حماية منشآتها النفطية من أجل توفير الأمن والحماية لتلك المنشآت، ما يوفر للكرملين نفوذ على روما وباريس أو جميل كما يعرف. روسيا تعمل أو تتحرك في ليبيا بعقيدة شنو؟ الإنكار المقبول، استمرار الإنكار الإنكار الإنكار، وتتدخل بصورة منخفضة ومستوى منخفض علنا، وذلك حتى لا تتهم بالانحياز لطرف. ولذلك نرى ونسمع الإنكار المستمر 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 من موسكو بأنها لا تتدخل في الشأن الليبي، وفي نفس الوقت تعمل على الحصول على تأثير كبير في ليبيا بما في ذلك السيطرة على طرابلس. يعني من ناحية تنكر إنها متدخلة، ومن ناحية لها نوايا السيطرة على حكومة الوفاق أو استيعابها. لذلك روسيا لا تريد أن تحرق الجسور أو لا تريد أن تقطع شعرة معاوية مع حكومة الوفاق، وتستنكر بكل قوة أي صلة بالفاغنر، الأمر الذي لا يتقبل عقول حتى الأطفال الصغار. لكن الواقع يقول التقرير عكس ذلك، ولننظر إلى كيف تأسست الفاغنر من خلال الكرملين. أيضا الفاغنر جزء أو فرع من المخابرات العسكرية الروسية GRU، مساعدة حفتر عسكريا، أيضا مساعدة عسكريا، الاستيلاء على قاعة الجفرة، الحرب على طرابلس، الغام المنشآت النفطية، كل هذه لا تستطيع أن تقوم بها إلا دولة. كل هذه التحركات تتماشى مع رغبات من؟ رغبات خليفة؟ لا. رغبات الإمارات؟ لا. رغبات السعودية؟ لا. رغبات مصر؟ لا. هذه كل ما ذكرناه من نشاطات للفاغنر العسكرية في ليبيا تتماشى مع أهداف واستراتيجيات ورغبات موسكو. قرار دخول الفاغنر أصلاً للحقول النفطية لم يستأذن في خليفة حفتر على الإطلاق أو استشارته. لموسكو أيضاً حضور عسكري مكثف في ليبيا، ميج 29 سخوي 24 سخوي 35، ولا يوجد أطقم عند خليفة ولا عند ما يسمى بالجيش الوطني الليبي أطقم تستطيع أن تشغل هذه الطائرات. هذا إثبات التدخل العسكري الرسمي، وليس مجرد قضية أنها تستنكر فاغنر معناها أنت ما شاء الله يا موسكو مش متدخلة أو تتعامل، عندهاش أطقم تتعامل أو تطور مثل هذه الأسلحة. عندما يزور خليفة موسكو، ملاحظة ممكن المشاهد الليبي الكريم يعرفها، لما خليفة يمشي موسكو ما يستقبلش فيه رافروف ولا بوتين ولا بوتين ولا اسمه بوتين ولا رافروف وزير الخارجية ولا رئيس الدولة، يستقبل فيه وزير الدفاع دائما، ما يدل بالنسبة لي كمواطن ليبي أن أداة عسكرية خليفة ولا لا، وأن لا يوجد علاقة سياسية معه. لكن نرى وزير الدفاع مرة أخرى هو الوحيد الذي يقبل. سبب آخر، عند موسكو تريد عندها قاعدة بحرية في بورت السودان على البحر الأحمر، وعندها قاعدة بحرية في طرطوس في سوريا، تريد تواجد في ليبيا، وهنا مربط الفصل. لماذا تريد قاعدة؟ حقيقة حقائق مرعبة جدا جدا عن الصراع حول
غواصات النووية للنيتو اللي قاعدة في البحر الأبيض المتوسط المليئة والمدشنة بصواريخ التماهوك، والتي ترعب حقيقة موسكو وتريد أن تراقبها، بالتالي تحتاج إلى قاعدة وضعت عينها على قاعدة طبرق، ميناء طبرق آسف، وقاعدة بنينة. نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر بالتفصيل في حلقتنا القادمة، فقد أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.